دونك غادي نمشيو للبيتزا بحال الشهده، وانا كننصح السيده كلهم زعما يتبعوا هاد لا باز ديال هاد العجينه هادي لا باتاطا، حيت ما فيش ما احسن منها، ويديروها في جميع لي بيتزا اللي عندهم. غنحتاجوا لالا 50 غرام ديال الدقيق الابيض، 500 غرام بلوتو، نص كيلو ديال الدقيق الابيض، اولا 250 غرام ديال الفرخ مخلط مع 250 غرام ديال القمح حسب الاختيار، 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة، صوتي واضح ولا فين؟ لا كنسمعوك مزيان. داكوغ داكوغ، معلقة كبيرة ديال خميرة العجين الفورية، معلقة كبيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال العسل أو السكر الأسمر أو السكر عادي، معلقة كبيرة ديال الزعتر، والماء عندنا من 300 حتى 320 مليليتر ديال الماء، العجينة راه كتكون جارية. دونك غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، إما الأبيض بوحدو أو مخلط، 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال العجين الفورية، معلقة كبيرة ديال الملحة، صغيرة ديال العسل أو السكر، معلقة كبيرة ديال الزعتر، والماء دافئ من 300 حتى 320 مليليتر ديال الماء باش غادي نعجنو. دونك في العجانة ولا في قصعة غادي نخلطو بالطريقة العادية اللي كيخلطو بها العيالات كلهم، وغادي نعجنو العجينة ديالنا، كتكون كيف ما قلت لك أنا كتلتصق في اليد. دونك ملي كتجي كتلا ما نتخلعوش، نخليوها تخمر، نديرو عليها شوية ديال الزيت ياك، ونخليوها تخمر لمدة ديال ساعة. فاش كتكمل لينا الساعة كندهنو اليدين ديالنا بشوية الزيت، وكنقسمو هاد العجينة هادي على جوج، يعني غنديرو جوج ديال لي بيتزا. غادي نخلي وحدة إما نديرو بها بيتزا عادية مدورة ولا حسب الاختيار، وهذه اللي غادي نقول لكم أنا اللي دايرة بحال الشهدة، اللي بغات تعمر دوك الكويرات من الداخل إما بالكفتة إما بأي شوشوة بغات تعمرهم، اللي بغات تخليهم بحال هكا راه كيجيو اللذاذ ديال الكويرات. دونك يا لالا كنقبطو واحد النصف العجين كنقسموه على 10 ديال الكرات مستقيمة. كندهنو المول ديالنا ديال الدجاج ولا ديال الكيك ولا أي حاجة عندنا، أنا عندي فيه 24 سنتيمتر، كندهنو بالزيت، وكان داك الكرات هادوك كنبقى كنصوم بحال غادي ندير شي ديهم بوكار ولا هاد اليدين ديالي، وغادي نستفهم وحدة هذا وحدة، غادي نخلي ما بيناتهم تقريبا غير واحد جوج سنتيم، حيت هما فاش غادي يكملو غادي يتلاصقو هكا. دونك غادي نخليهم يخمرو مرة ثانية لمدة تقريبا ديال من نص ساعة حتى ساعة. ما سمعتكش مزيان؟ قلت لك لا لا، يخمرو غادي نديروهم في المول ديالنا، وغادي نخليو بيناتهم جوج سنتيم، وغادي نغطيوهم ونخليهم يخمروا تقريبا من نص ساعة حتى ساعة. ايه واخا، في هاد الوقيتة هادي غادي نسخنو الفران، الفران بالنسبة لابيتزا تاعنا خاصو يسخون بزاف، من 200 حتى 220 درجة. خاصو سخون باش كتنجح لينا لا البيتزا ولا الخبز، الفران خاصو يكون سخون. دونك كنوجدو واحد الخليط باش غادي ندهنو هاد الكرات من الفوق. غنوجدو 3 المعالق ديال المعدنوس مفروم، ثومة مشكوكة، 5 ديال المعالق زيت الزيتون، نخلطوهم مزيان هادشي هاد المعدنوس مع ثومة مشكوكة مع زيت الزيتون، وكندهنو بهم الوجه ديال هاد الكرات هادو من بعد ما خمرو. ايه ياك، كنديرو واحد زليفة صغيرة ديال الصلصة كنخويوها في الوسط، لأن ملي كنسفو حنايا هادوك الكرات في الجوانب كيبقى لنا الوسط خاوي. ايه كنكبو ديك لاصوص طوماط لداخل ديك الوسط، وكنديرو عليهم الجبن المحكوك اللي كيغطي لينا داك الصلصة، داك الصلصة اكزاكتومون، كندخلوها من 15 حتى ل 20 دقيقة، الفران كيكون سخون غير من الأسفل، لا سناء غير من الأسفل فقط، فاش كطيب راه كيبانو لنا ديك الكويرات بحال تحمرو شي شوية، ولات واحد لاكولوغ واحد اللون فيه جميل، صافي وكناكلوهم بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، كيف ما قلتي هذا عجين بيتزا ممكن انه السيدات يعني يسجلوا ويبقاو دائما بحشوات مختلفين ويغيروا حتى في الشكيلات، يعني كيف ما قلتي بيتزا عاديه او بيتزا بحال الشهده على شكل الكويرات اكيد حتى الوليدات غيعجبهم، من نوعوا لهم في هذه الانواع ديال المملحات. تبارك الله عليك صفاء،